الاجتماعية في أكادير تنفيذا القرار ديال الجبهة الوطنية، الجبهة الاجتماعية وطنيا، كتجي هاد الوقفة على الصعيد الوطني كما هي في أكادير احتجاجا على الوضع الكارثي الذي أصبح يعيشه المغاربة من جراء الارتفاع المهول للأسعار، كرتونة وتجميد الأجور، كذلك الفساد اللي كاين في البلاد اللي هو سبب هذا الأزمة، ثم القمع الذي يتعرض له الشعب المغربي والقرارات لا شعبية لهذه الحكومة. نحن بناية الدولة الاجتماعية من كل ما يجرى حاليا، احنا في الجبهة الاجتماعية كيبقى مطلبنا الأساسي هو الدولة الاجتماعية، هو أن يعيش المواطن المغربي عيشة كرامة، ودخل الدولة لتخفيف من هذا الارتفاع المهول للأسعار، وهذه نقطة انطلاقة ستكون لها ما بعدها، وسنستمر الوقفات. إذا وقفتنا اليوم هي وقفة ناجحة بكل المعايير، ساهمت فيها كل الإطارات اللي هي أعضاء في الجبهة وكل الطلبة والجميع، ونحن مستعدون لكل آتي حتى نحقق الكرامة للشعب المغربي خاطبة.